ذلك إذا كررت هذه العملية بعد أشهر. عليكم ورحمة الله، هيك أحسن صح؟ أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بخير لأنه قرب العيد. هلأ رح نقعد مع بعض في رحلة from genes to behavior to the soul، يعني من جيناتنا لتصرفاتنا للروح، ما أعرف شو soul روحنا. رح أحاول أحكي بالعربي بس رح أخلط التنين فسامحوني، وهي مش إشي أنا بفتخر فيه، الله ما أحميكي الله يحميكي، هذا إشي ما بفتخر فيه إنه عم نحكي إنجليزي مع عربي، ولكن واحدة لأنه المصطلحات كثير منها بالإنجليزي، اثنين هذا تقصير مني إني أنا ما لازم أحط وقت أدرب حالي نحكي فصحى أكتر، فان شاء الله يعني مفروض نحن نتطور ونصير احسن انه نحكي كل شيء باللغه العربيه الفصحى، يعني هذا الامل لي ولكم مع بعض نشتغل هذا المشوار. اوكي هلا اكيد راح يكون عندكم مليان اسئله، فاكتبوا هدول الاسئله، راح نحاول نترك 5 دقائق بالاخير، ان ما صار انا بضلني موجوده بنحكي بعدين، ان ما صار ايميلي موجود بسهوله على الويب سايت، بتقدر تاخذوه من الجامعه الهاشميه وبعثوا لي ايمتى ما كان اي ايميل، انا عاده انا برد راسا لاي شيء بدكم اياه تمام ومنناقش، بس انا هون جاي اتعلم قد ما انتم جايين تتعلموا، فرجاء الاسئله تبعتكم كثير كثير مهمه، وكيب your critical mind والفضول تبعكم open على الأخير بالأسئلة، ما تاخدوا إشي for granted، يعني إذا بحكي إشي مش راكب جوا مخك ما ترضي فيه، ما ترضي فيه اكتبي إنه هذا لا مش منطق مش راكب. كلكم تفوتوا على qa.physcience.co وبتفوتوا بالآي دي اللي أخذتوا ونبعت لكم بالإيميل أو إشي، نفس الآي دي بتعملوا منه لوجن، وش اسمه الأسئلة بتكون سبميتد أونلاين عشان السرعة. يس نفسه هو بدون أي سلاش qa.physcience.co. ما عم بفوت probably it's a password issue، بس هدول مش من وقتي معدود تمام، فأنا جاي أتعلم أدكم، فرجاء يعني ask those questions all the time، وما تقولوا في سؤال سخيف أو سؤال مكرر لأنه كله مهم، إذا بالنسبة إليك مهم معناته هو بالنسبة للعالم مهم، وهيك بتبدأ الأسئلة العظيمة من حدا كان عنده فضول ومش راكب مخه شغلة وما رضي بأقل من ذلك، ضلت ورا هالإشي اللي بضله يحك براسها بقلبها إنه مش راكبة أوكي، فخلي هالبق هذا الإشي شغال عندك. Alright. So, فأنا رح أحكي عن الرحلة، رحلة from genes اللي هي يعني the under basis of what we are made of to how we behave, that is our interaction with the world around us, to our soul اللي هي something that we can't even describe, we really don't understand. Okay, so we're going to go from one to the other through a series of research studies and exploration. Alright. So I'm going to start من الأردن. أنا I did my PhD بأمريكا على كبر، كان عمري 30 ومعي 4 أولاد، ف nothing is impossible you can do it all but everything takes its time، وخلوا الدريم تبعكم حي. المهم رجعت على الأردن لأني بدي أرجع على الأردن، لأنه لازم نرجع على الأردن، لأنه إذا الكل طلع لأنه الأردن مش نافعة ما مين بيضل بالأردن إلا اللي زينا، يعني ما في حدا بالأردن يعني غير عنا، إذا الأردن مش نافعة معناتها نحن المش نافعين، فإذا نحن نصلحها نحن لازم نضل فيها ونصلحها تمام، فنطلع ونتعلم ونستفيد بس آخرتنا لازم نرجع هون مشان نقدر نحن ننهض مع بعضنا البعض جوا الأردن، وفي طبعا أمل كبير، أنتوا الأمل الكبير. هلا لما رجعت أنا على الأردن، أنا I did my PhD in signaling transduction، يعني أنا I studied how proteins talk to each other inside the cell trying to understand the signaling transduction mechanisms with pathways of a normal cell, yani how when a ligand binds to a receptor and then there's a cascade of events inside the cell of signaling that either ends up in a short-term response or a long-term response that usually involves DNA transcription and translation and activation of other pathways. Now to do that kind of research
in Jordan. At that time especially, it's very costly. There's not enough money to go around. There's not enough expertise or skills. And even if you did, it's not sustainable. Okay, and I could have a grant for a short period, but not enough to go on for a long time. So I had to think outside the box. I had to find another field of research that I could actually do in Jordan that may not be necessarily in the field of signaling transduction. And in order to do that, I had to change fields. Yeah. This is on one hand. On the other hand, I wanted to do research in science that was competitive, that was at the same quality as international science, the same quality of the science where I was trained in the US or in England or in Europe. So how could I achieve both? Doing research in Jordan at a very high quality level. So that was the dilemma or the problem that I had to face and challenge. And I did, and I refused to go back to the US to do research there, because that's not, that doesn't mean I'm doing my research or research in Jordan. And I also refused to do mediocre research. يعني حيالله بيالله ما قبلت. يا بدي أعمله صح يا ما بدي أعمله. لأني أنا فوتت ساينس because I love science. Not because it's a job. Not because it pays money. Not because أترقى. That wasn't my objective. My objective was I wanted to pursue knowledge. I was curious. I wanted to know how things worked. How molecules talk to each other. How we are who we are today. So I was willing to take the path, even if it was longer and more difficult. Or زي ما قال Robert Frost, the path less trod. يعني الطريق الناس ما بتاخدها عادة لأنها صعبة بتطول وهكذا. So I started reading. I had to read. I had to read and read and read the latest scientific advances, the latest journals, to try to find something that I could do in Jordan that nobody else could do in the world. Otherwise, somebody else could do it in the US. Why would anybody want to do something in Jordan or pay me? So I was looking for that wild card. تعرفوا هيك السؤال أبو المليون اللي أنا بقدر أعمله بجردن ما حدا بيقدر يعمله. طبعا, having a PhD is not the objective. It's a milestone on the way, محطة. In your PhD or any training, you learn, you train how to think, how to analyze. So you have skills and you have ways of thinking that you can use to tackle any problem or challenge you face. All right, so it's not the end. So even if I change fields, that's okay. As I was reading, طبعاً, the human genome came out in 2002, the whole sequence, and then we had the HapMap project that came out as a result. And the HapMap project, for those who don't know, is after they sequenced the whole human genome, يعني they found out the sequence of 6 billion nucleotides, mean, جم, mean. Then they started comparing human beings with each other. And they found out that between every human being and the other, there's a difference. And the difference is very, very small. It's like 0.01% of your DNA is different between you and me. And that's what makes us unique. There's nobody like the other. Even twins, there's methylation patterns that are different because of the different environments they grow up in. And this became known as the HapMap project. So this came out also. And I was reading, and then what was happening with the HapMap project, that scientists were taking that and comparing people to each other, trying to find out the underlying genetic reasons for different types of disease that relate to these differences between human beings. Yani, if two people have a similar gene pool, one of them would develop diabetes and the other didn't. And if we look at their genome, we want to try to find out what is that difference that makes me get diabetes and the other person doesn't. All right? And this all especially is important for complex diseases like diabetes, like cancer, and so on. So many studies came out as a result of this approach, and we call this genome-wide association studies because we were looking at the whole genome, trying to find what are the nucleotide differences between sick people and people who are healthy. And so many articles came out, 2,000 articles were published and so on, in different, let's say, diseases. Now, at the same time, there was this guy from Iceland who graduated from Harvard. His name is Stephenson. He went back to his country, Iceland. Now, Iceland is an island. And it's separated from Europe as a mainland. People immigrated from Europe to Iceland at least 1,000 years ago. They settled there, and because of lack of transportation, people stayed and married amongst each other. Okay? So after 1,000 years, their gene pool of all the people of Iceland are very, very similar. And they have documents of when everybody was born, when they died, when they got married, how many kids they had, and they had medical histories of the whole population. So this Stephenson said, oh my God, so I have a homogeneous gene pool. Now if I take any two people from Iceland,
one healthy and one with a disease, say diabetes, I can now look at the genetic risk factors that predisposes people to diabetes, for example. And the reason it's easier to see it in such a population is that because everything else is the same. So if one person has diabetes and the other doesn't, then I can find the gene factor for that because everything else is the same. And because they're living in a similar environment as well, so I can rule out to a certain extent the environment and other factors, and I can find this gene. Now, that doesn't mean this gene is only present in Iceland people. It's present in all of us. It's just that we are so diverse, it's difficult to find it. In them, it's easier. It's like you put on glasses, so you see it more clearly in that population, but it's present in all of us as well. And mashallah anhu hada sar ya'mal publishing paper wala paper be nature be science genetic factor for diabetes, genetic risk factor for schizophrenia, genetic risk factor for cancer bi anwa'. فانا عم بقرا عنه كنت suddenly بتعرفوا هذا لما يحطوا بالافلام اللايت بلب بيضوي فاللايت بلب تبعي ضوى او زي ما هذا يوريكا اللي وقع بالبانيو فارخميدس. فانا قلت نحن عندنا في الأردن في مجتمعين معزولين جينياً، بمعنى هن من أصولهم معزولين ومش متجوزين مع حدا تاني، اللي هن الشركس والشيشان، وما حدا بالدنيا بيعرف عنهم إلا أنا. فأي فاوند ماي وايلد كارد. فروحت لعند المجتمع الشركسي والشيشاني وعزمت علماء منهم يكونوا معي في المشروع، وطبعاً هن قرايبين جوزي كلياتهم، فواو أنا عندي أكسس 100%. فأنا صار عندي زي اللي عنده تبع آيسلند، صار أنا عندي في الأردن، فبدأت أدرسهم. طبعاً بس للي ما بيعرف، الشركس والشيشان بيجوا من جنوب روسيا، الشيشان نعرف منطقة الشيشان والشركس اللي هي بالقوقاز، وهدول هاجروا قبل 150 سنة للأردن وللبلاد الخنول بالعربية بالجنوب هرباً بدينهم، لأنه صار الروس حاربوهم بدينهم، اللي انقتل اللي حبسوه بسيبيريا، واللي معه مصاري قدر يهرب للجنوب، فسكنوا الأردن من 140-150 سنة. فهدول هن المجتمع اللي أنا بديت أدرسه، تمام؟ هلا فهذا القول المشهور لآرثر، بعرفش ألفظ اسمه الأخير، okay؟ He's a Nobel Prize winner in physics. بيقول research is to see what everybody else has seen and think what nobody has thought. هالشركس طول عمرهم قاعدين عندنا، ما حدا خطر بباله يدرسهم والشيشان. فالريسيرش إنك أنت ما تقولوا خلصوا الأسئلة ومعقول ما حدا سأل، لا لا مليان أسئلة، بس عم بيستنى حدا فيكم، لأنه كل واحد فيكم مميز جاي من باكراوند مختلف، رح يجي بسؤال جديد، تمام؟ فهذا اللي صار. فشو عملنا؟ قلنا بدنا ندرس هدول التو بوبوليشنز، والسبب انه معظم الدراسات اللي فرجيتكم قبل بالجينوم وايد اسوسيشن ستاديز معموله على المجتمعات الاوروبيه والغربيه، ما حدا عامل نفس الدراسات على المجتمعات الاخرى. وطبعا احنا جينيتيكلي وير ديفرنت، فبالتالي ذيرز ان اوبورتونيتي تو ديسكفر نيو جين ريسك فاكتورز فور ديفرنت ديزيزز. زائد انه لما نحن ندرس هدول المجتمعين هذا بيساعدنا لل يو نو بيرسونلايز ميديسن. هلا الطب رايح انه كل واحد بشوف شو الدي ان اي تبعته بعطيه دواء خاص فيه، فذس ويل هيلب انه عم ندرس مجتمع غير المجتمع الغربي مشان نعمل البيرسونلايز ميديسن. And this will help us to understand biological mechanisms, and we still don't know how diabetes evolves or cancer and so on. So there's so many questions still left unanswered. Sorry. Hello. The hypothesis was in Sharkas and Shishan have a genetic risk factor for particular diseases, خاصة complex اللي مش معروفين شو هن, that we could discover that could help all of humanity. لأنه قلنا إذا عندهم هي عند غيرهم بس أسهل أشوفها عندهم. واخترنا ندرس complex diseases زي diabetes, cancer, or cardiovascular disease. What complex means that it's a combination of genetic risk factors and environmental risk factors. All right, that's why we haven't been able to crack them yet. And we know that cardiovascular disease is a problem in Jordan, diabetes is a problem in Jordan, and cancer is a problem in Jordan. So whatever we do will help command the people in Jordan, بالتالي economics and so on. Now, if we chose to work with diabetes, لأنه ما في stigma من diabetes. يعني ما حدا بيستحي يكون معه سكري. سرطان، أمراض تانية، شو بيقولوا عن المرض السرطان؟ هداك المرض، أيوة. فبلاش يروح على هداك المرض، اسمه لسه بادين، خلينا نبدأ من أولها. فاشتغلنا diabetes, and everybody has diabetes. وهذا the world view that diabetes is actually a global emergency. It's going to benefit everyone if we do it. And if you look at the number of people with diabetes, most of them are coming from low and middle income people. And we know that the cost of diabetes, whether it's taking care of them later or therapy, is very, very costly. So if we can help to reduce that, that will be good.
not just for the Middle East, Jordan, Middle East, حتى العالم كلياته. All right, so our objective was first, هلا بدنا ندرسهم. أنا ما بدي بس هيك أروح أفوت أعمل عملية وأطلع. أنا بدي أدرس المجتمع كامل. بدي أعمل research زي العالم والناس زي اللي نقرأ عنهم برا. فأنا قلت أول شيء بدنا ندرس هدول the two populations من ناحية الأنثروبولوجي اللي ethnicity تبعتهم. عن جد هن pure؟ عن جد هن نقيين جينيا ولا لا؟ فبدنا anthropologist. بعدين قلنا بدنا ندرس شو prevalence لل common diseases. أصلاً عندهم سكري ما عندهم سكري؟ شو نسبة السكري؟ شو نسبة الأمراض الثانية؟ بدنا ندرس شو the gene risk factors اللي عندهم إياها as well. So it was a whole complete study. And so we created a team of five Jordan universities, واحدة من أمريكا مشان في بعض ال genome-wide association studies are very expensive, مش حرزانة نعملهم في الأردن. وكانت هاي أول مرة. لعندهم وقلنا لهم تعالوا اشتغلوا معنا. فهمتوا علي؟ عكسناها، دفعنا لهم مصاري انه شغلناهم عنا، مع الاحترام لهم قصدي، بس دائما بالعكس هن بيشغلونا، فاحنا شغلناهم يكونوا معنا. فاحنا فخورين انه اول مره صار بالعكس، لا فكره منا والشغل منا. واول مره بنعمل جينوم وايد اسوسيشن ستاديز بالشرق الاوسط كان، واول مره حدا بيدرس الشركس والشيشان طبعا. وكان فيها خدمه للمجتمع، لانه لما لمينا منهم عينات خدمناهم بالنتائج وبالنصائح الطبيه، لانه كان معنا طبيب بالفريق. المهم درسناهم في مناطقهم المختلفه، الشركس والشيشان، واعطيناهم كل الداتا ببلاش لهم خدمه لهم. فاول شيء عملناه بنينا شجرات عائله للمجتمعين واعطيناهم اياها. بعدين عملنا دراسه انثروبولوجيه، فيزيكال انثروبولوجي، نفرجي انه هن عن جد مختلفين. وبعدين درسنا الابيديميولوجي، prevalence of different diseases، ركزنا على السكري، فمثلا prevalence of diabetes أقل بكثير بالمجتمع الشركسي والشيشاني مقارنة بالمجتمع الأردني. ودرسنا prevalence لأشياء تانية، metabolic syndrome، cancer، other things، بس ركزنا على diabetes. بعدين رحنا عملنا genome wide association studies، وعملنا copy number variant studies، واكتشفنا a novel new copy number variants associated with diabetes that was never reported before، ونشرناه بscientific reports. وهذه الداتا اللي طلعت معنا انه this is a meta analysis of the Chechen and Circassian group. These are all the chromosomes. We identified بالإضافة للcopy number variants two SNPs associated with diabetes that were not reported before. كمان we published this as well in PeerJ. فلقينا SNP gene MLXIP, and we also saw that the expression of the gene correlated differently with diabetic patients compared to non-diabetic patients. And we also saw that the methylation pattern, تعرفوا هي change of the DNA, the expression of the DNA changed with the diabetic patients. We also identified another SNP in the 5' area of the gene, JAG1, and we also showed differential expression in the pancreas between diabetic and non-diabetic patients. And we also looked at the involvement of those two genes in particular pathways, in relaqa bil endoplasmic reticulum, and stress responses in the cells, in the pancreatic cells that we know are involved in secretion of insulin. We also looked at the AKNAD1, which was the copy number variants, and we validated it using PCR to make sure that the chip study was validated and real. And we also looked at the expression of AKNAD1 in different tissues, and we found that it was overexpressed in those tissues that are related to diabetes, such as the pancreas, adipose tissue, liver, and muscle. And we also looked at its involvement in different signaling pathways that are related to diabetes as well. And we saw that the methylation pattern of that gene, AKNAD1, also was affected in diabetic patients compared to those who aren't. And all this is published, you can look at it. Now, we were then curious to see, okay, so if AKNAD1, which is a copy number variant in diabetic patients, has something to do with their diabetes, we wanted to understand what is the biological function of the protein. Remember, we were looking at the gene, not the protein. So we wanted to go back and take cells from those patients, and then from their white blood cells, من دمهم. And then we wanted, you know, of the technology of induced pluripotent stem cells. فأخذناهم، رجعناهم خلايا جذعية. هذا النيو تكنولوجي اللي طلع وأخذ النوبل برايز بال 2012.
And then we wanted to differentiate them into pancreatic cells, islets of Langerhans beta cells, so that we could understand what is this copy number variance, AKNAD1, what is it doing in these cells that predisposes a person to diabetes? This is a work in progress. We're still working on it. We don't have any answers yet. But this is how technologies help research move forward. Because now we have the iPS-seq technology, we can start understanding the biological function of different cells. We also went back and looked at mitochondrial DNA of the Sharkas and the Shishan to make sure, anthropologically, they're different on a physical basis, but also in their mitochondrial DNA. And why mitochondrial DNA? Do you know that we all inherit our mitochondrial DNA from our mother? And it goes down through the maternal line and doesn't change. And the mutation rate is very, it's fixed. And from it, you can really analyze how people are related to each other. And this is also work in progress, and inshallah, we'll publish it in the coming few months. And then I got a call. So we became the experts on Sharkas and Shishan in the world. I can say that. Our lab in Jordan is the expert on Sharkas and Shishan in the world. So we got a call from a guy called Rasmus Nielsen from University of California, Berkeley. Rasmus Nielsen كان السنة الماضية على على cover تبع Nature إنه نقول the 10 most influential scientists in the world who بيدرس human ancient human DNA and human migration. فاتصل فيه قال لي رنا can we work together so we can use your DNA, your database. إحنا عندنا database من DNA مش موجود في العالم كلياته. Very unique. فأني معلش نشتغل معكم لأنه هن عندهم ملايين 137 ancient genomes عظام موزعة بآسيا جنوب آسيا وغرب آسيا فبدهم يستعملوهم يقارنوا بالmodern day to day people. فهي used our DNA عطيناهم we shared it and they were trying to understand the human migration يعني الناس راحت من أوروبا لآسيا ولا من آسيا لأوروبا فبدهم يقارنوا and of course we shared our data and we published our work together in Nature طلع بشهر خمسة طبعا هذا حلم كل عالم هذا حلم كل عالم انه ينشر بنيتشر وانا بتذكر لما انا كنت سنه اولى باليرموك باي ذا واي زمان 85 كنت اروح على المكتبه بعد ما ناخذ البيولوجي كامبل نفسه كان يمكن طول عمره اخر تشابتر هلا بطلوا كان يحطوا كل الريفرنسز ورا فانا كنت اروح على المكتبه العامه انزل كل نيتشر اللي قدامي الريفرنسز اقراهم طبعا ما كان في انترنت وقتها ولا ما يحزنون ولا الكتروني تروحي بين الغبره وتطلعيهم وحده وحده واقراهم طبعا افهم ايش ثلاث ارباعهم بس انا يعني اشعر واجبي لازم اقرا الريفرنسز حتى لو فهمت بس كلمتين وكنت احلم اقلب هالصفحات يعني معقول انا انشر يعني يس everything is possible nothing is impossible if you think you see what everybody sees but you think what nobody has thought فنشرنا هي طبعا this was a huge consortium of 70 people we were there والrecommendations هلا وطبعا عملوا by the way nature paper هاي لما طلعت طلع منها اشياء تانية مثلا اكتشفنا انه الهيباتيتس بي كانوا يفكروا عمره 400 سنه الفيروس طلع عمره 4500 لانه قارنوا الدين القديمه بالجديده واكتشاف تاني من هاي المقارنه لقوا انه مين روض الحصان كانوا يفكروا الفلاحين يروضوا الحصان طلع لا الهانتر جاذررز شو اسمه بالعربي هن اللي روضوا الحصان والدير هن الوحيدين اللي ما تروضوا عن طريق الفلاحين بس روضهم الهانتر جاذرر وعملوا نيتشر بودكاست معي ففي اوديو بودكاست انترفيو وكتبت كومنتري على هاي القصه انه كيف نقدر نحن نعمل ريل جود ساينس حتى بالاردن حتى بالامكانيات سو لونج از نكون صبورين ويكون عندنا مثابره وفوكس طبعا الريكومنديشن اللي يبني اكثر هذا الدي ان اي بانك بنقارن الشركه والشيشان بالاردن باللي بروسيا عشان هاي كنترولد انفايرمنت انه البيئه مختلفه والدي ان اي ثابت فور ذات وير فيري اكسايتد تو ستارت ذات and of course we recommend للمجتمع screenings more education changing of lifestyle عشان نحميهم من الدايابيتس طبعا هي اكنولجمنت لكل الجامعات والطلاب والناس اللي اشتغلوا معي along the years بهذا المشروع طبعا هذا المشروع لساته شغال بكل مره بنطلع بحث جديد وشيء جديد اهلا وسهلا بالجميع هلا بنفس الوقت انا كساينتست اي ستارتد سمثينج ايلس لانه نحن علماء مش مسؤوليتنا جوا المختبر بس عندنا مسؤول صف عندنا مسؤوليه للمجتمع الخارجي اذا انت عندك علم لازم تعطيه للي حواليك فانا وقتها لاحظت انه الاطفال بالاردن ما بيقراوا من اجل الاستمتاع بيقراوا بس مشان الدراسه وبيمزعوا الكتاب لما يخلص الامتحان صح ولا مره اعطيت اب كتب هديه لاولاده قال لي وقرايه كمان بالصيف وانا كل فكري اني انا يعني اعطيته شيء حلو ف وي هاف ا بروبلم مع انه الكل بيروح على المدرسه كل بيقرا المهم فانا اي يوز ماي ساينتفك مايند
my curiosity اني الحق طب ليش الاولاد ما بيحبوا يقروا وسؤال لسؤال لبحث لبحث لقيت السبب انه لازم ما بيقروا لانه امهم او ابوهم ما بيقروا لهم بصوت عالي قصص فما في قدوه ما بيحببوهم بالقراءه فبدينا مشروع سميناه نحن نحب القراءه بندرب الكبار نساء رجال من عمر 16 ل 100 يقروا بصوت عالي للاولاد باي محل في الحاره مسجد حضانه كنيسه اللي بدهم اياه بس طبعا انا I'm a scientist I wanted to know does this program really work إجاني قصص الدنيا وإنه يس بيشتغل بس in my mind إنه لا I want to see data I want to see real data but had a field different from my field I'm a molecular biologist فشو عملت رحت أعطي الخباز خبزه فرحت أفتش مين في ساينتست بيشتغلوا بسوشيال ساينس عشان يدرسوا لي البرنامج طبعا البرنامج انتشر ب 42 دولة الآن وانتشر لأنه هو بسيط سيمبل جراس روتس طالع من المجتمع وأي حدا بيقدر يطبقه وحتى سمونا سوشيال موفمنت إنه إحنا مننتشر إذا صرنا ب 42 دولة لسه امبارح حكيت معي معلمة من الأرجنتين قال عاملة دراسة على ويل أوف ريدينج لطلابها وأم اتصلت فيي بتقولي لي معلش تبعتي لي رسالة لابني هذا بالأرجنتين ببيونس إيرس We became it, but I wanted to know, does it really work or not? So I invited my scientist. I wanted to bridge practice with research, right? يعني ما بيصير بس أعمل practice, we love reading, بدرب وبعمل مليان برامج بالأردن وببلاد تانية. بدنا نجمع بين الريسيرش والpractice. فعزمت علماء يشتغلوا معي. واحدة منهم من براوني طبعاً إذا بدي أعزم علماء بدي أعزم the best of the best of the best. فإجوا معي كتير جامعات رح أسكي عن بعض منهم بس ييل يونيفرسيتي اشتغلت معي هارفارد يونيفرسيتي اوف شيكاغو بس ذا ليتست وان اللي هو تازه طالع من الفرن الداتا الاسبوع الماضي هي من براون يونيفرسيتي وحده اسمها البروفيسور ديما امسو شيز ذا هيد اوف نيوروكوجنيشن ات براون and what she did she wanted to study the effect of wheel of reading on executive function emotional regulation and pre-literacy skills فهي المبدأ تبعها إنه we love reading is child centered, community based, and culturally sensitive. فالwe love reading ambassador اللي بيقرأ بصوت عالي عم بيقرأ للولاد، الولاد بيروحوا على البيت وبيأثروا ببيئة البيت، لأنه بيرجع الولد بيقول يا ماما اقري لي يا بابا اقرأ لي أو هو بيقرأ ل أو هي بتقرأ لزملائها. فshe wanted to understand this. And from a neurocognition point of view, there are two windows in the life of a child, of a human being, that the brain is very elastic. The neurons are making connections. عم يثبتوهم لهدول connections. It's during early childhood, okay, between birth and infancy, يعني تقريبا between 0 and 5, هذا pointer. And the other one is during adolescence. Okay? Higher cognition. There's an opportunity here, and when you have an opportunity, that could be a boon, يعني إشي positive, and it could be something negative. يعني إذا ما عطيتي شو بيصير؟ It becomes a risk. Development is change. What's happening in the lifetime of a child is change as the child develops. So it could be a risk, and it could be an opportunity. So if we start reading to our kids at this early age, we will be building on that opportunity, that window, to make a difference in the brain of the child, so that he or she can grow up to be equipped with better skills and better cognition. But we wanted to study first the power of public readings by We Love Reading, to plant a motivation for reading through the child. And we also wanted to study the impact of the program on mental health of the child. Okay? Two things. And we drew this kind of path model where We Love Reading, which is a public reading aloud, affects the child's experience. And then the child's experience will affect, result in better outcomes. For wheel of reading doesn't work directly, it works indirectly through the child's experience. And the better outcomes would be in mental health, educational performance, cognitive and emotional control. فاللي صار انه عملت اسسمنت قيمنا الاولاد قبل وبعد ثلاث اشهر بعده تقييمات وتابعنا شو بيصير في البيت هذا باختصار ولقينا انه يس the number of public readings predicted a change in the home environment صار في تغيير في البيت we also showed that the children that the parents listed reading as a hobby doubled from a baseline to the end line يعني بطل قرايه كمان بالصيف صار ياي قرايه بالصيف and we claimed that there was an impact on mental health and we were able to show that فاللي عملناه انه فرجينا that there was a change in home reading patterns associated with better mental health outcomes and we also showed developed literacy كمان اسم literacy يعني زياده literacy تبعتهم using a battery of tests and we showed that they had improved literacy outcomes as a result of attending the Wheel of Reading program And we also wanted to study what is the impact of the program on cognition. طريقتهم بالتفكير. For we gave them a series of tests on the computer. I'm going to do it with you.
هلا بدي لكل لهي تقولوا لي شو اللون اقروا لي احكوا لي شو لون الكلمه الموجوده على الحيط اوكي شو هاي لونها هاي احمر احمر مين قال مين قال احمر احمر مين قال ازرق ها اوكي وهي اصفر 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 اوكي فهذه هذا التست ببين انه انت لما قلت لما كانت الكلام بالاحمر الكلمه احمر قلتي احمر لما كان الكلام بعرفش ارجع لورا هيك لما كلام بالاحمر بس الكلمه ازرق كثير منكم غلطتوا شو قلتوا ازرق فمخك ليوقف اللون ويحكي الكلمه ترى هي بدها شغل This is cognition حتى انتوا غلطتوا هذا الولد بيتعلمه وهو صغير وفرجينا انه عن طريق القراءه بصوت عالي انت بتساعدي الولد يكون عنده better cognition يعني يجاوب هاي بطريقه افضل اوكي سو وي That way, مثلاً. Green, it is green. Okay. So those are the tests we did, and we showed, come on, more the number of public readings impacts better impulse control and emotional control. فهمت علي؟ أنت you have to control. أنت أول ردة فعلك أخضر، مش أخضر. فهمت علي؟ هذا control اسمه. وهذا بيتطور عند الطفل بالعمر 0 ل 5 مشان هيك بصير احسن في المدرسه لانه بيتطور سو وي شو اند وي وونت تو ستدي مور وي اذر ثينجز اوف وي لاف ريدينج وذ براون ناو ذا اذر فانسي ثينج وي هاف انذر بروجكت وذ ان واي يو ابو ظبي اند وات وي وونت تو ستدي از ذا بيرنت تشايلد انتراكشن يعني كيف الام والطفل بيشتغلوا مع بعض في البيت فجبنا نظارات هدول من جوجل كل نظاره حقها 25000 دولار فحاطينهم تحت المفاتيح وما حدا يضيعهم وما ياخذهم ولد ويكبهم بنلبس الام نظاره والاب والولد نظاره وبندرس كيف بيلعبوا سوا او بيقروا قصه مع بعض فراح افرجيكم هذا الفيلم اي هوب ات وركس هذه النظاره فيها لينز فيها كاميرا بتفرجي شو الدام اللي حاملها وفيها كاميرا بتتابع بؤبؤ العين وين عم بيروحوا بيجوا فهمتوا علي فمن نحط الام والطفل ونشوف هل بؤبؤ عينهم عم بيضرب على نفس المنطقه بنفس الوقت مع بعض معناتها في انتراكشن ولا الولد بيطلع بجهه والام بجهه وما حدا دريان وين الثاني فعم نشوف فيري فيري شورت فيديو بس هاو ات وركس خمس دقائق هاي انا ما بقرا من بعيد alright let's see does this work there we go اوكي شايفين هاي النقطه الزرقاء هاي الكاميرا تبعت الولد فمنتبعهم بيكونوا عم يتحركوا وبتشوفوا كيف انه بنحاول نعمل سينكرونايز بيناتهم All right. Now the last thing I'm going to talk about is another study we were doing also on behavior. لاحظ هذا كله behavior. We're studying behavior. And we were looking at the Syrian refugee crisis to study the behavior of children, how they're affected by trauma of war. ومش بس درسنا surveys إنه والله كيف تصرفاتهم كيف وضعهم النفسي. We also wanted to tie behavior مع physiology. Okay, to connect, okay, to connect يعني, what's going on in your body and outside. فدرسنا الكورتيزول بالجسم and we related it to the stress. We also wanted to study the genes and relate them to the stress. طبعا this research was showcased in science, مجلة science. كمان انكتب عنا وعن شغلنا بمجلة science انه هذا شغل انعمل بالأردن وكان بيقيس الريزيلينس يعني قديش الطفل او الشاب او الشاب التينيجر بيقدر يبني صمود ومرونة ضد الاشياء اللي بتصير معه. وبعدين طلعنا على الDNA تبعتهم نعمل correlation between the genes and behavior and we showed that في بعض الجينات إذا عندك low activity of the gene the particular genes the MAOA1 which is an aggression gene we showed that if you have a high expression pattern of that gene you have more less stress and you have more resilience okay فهذا this is the connection between genes and behavior We also wanted to continue and study what is the impact of trauma on the genes, the maternal genes of a mother, وبتورثها لبنتها وبتورثها لبنت بنتها. But this is a transgenerational study that we're actually working on today. وبنتي بتسميه the immortal kiss of our grandparents. إنه هاي إنه نحنا بنورث من أجدادنا شو هن عاشوا إن كان إشي كويس ولا إشي مش كويس. عشان ننتبه له ونطور برامج يساعد بمعالجتها وحماية. فإذا أي شيء بنتصرفه الـ behavior is an interaction between genes. And the environment. It's how we work together. So the question becomes: طب أنا يعني معناته لما أنا أتصرف اليوم من وين جاي هذا التصرف؟ هل هو جيناتي؟ ولا هو البيئة اللي حوالي ولا خلطة من التنتين؟ هل بهم أصلاً شو بتصرف بالأخير؟ فرقانة ولا هي جيناتي بتقولي شو أعمل وخلاص غض النظر شو بفكر ولا هو تفكيري أصلاً جينات؟
Alright. فإذا أربط شوية physics هون. أكيد تعرفوا thermodynamics, the law of thermodynamics. آه. فالfirst law بيقول إنه energy conserved. آه. لا تفنى ولا تستحدث ولكن كذا كذا. Second law شو بيقول إنه العالم رايح للentropy. كل شيء عم بيزيد الفوضى فيه. صح؟ طب إذا عم بيزيد الفوضى كيف نحن موجودين؟ إحنا أكيد مش فوضى. يعني إحنا كتير منظمين. مظبوط. So the law says that if you zoom in on a particular corner, on a particular system, yes, you can find order. But if you zoom out and look at the whole universe, كله وين رايح؟ للفوضى. Okay? So that's thermodynamics. So in that sense, our behavior, if you zoom in to our behavior at an individual basis, it makes sense. But if we zoom out على a bigger picture, مش فرقانة. شو تصرفنا؟ شو ما تصرفنا؟ Whoa, that's really, really scary. معي انتو وين انا رايحة؟ That's very scary. So معناتها هل تصرفاتنا احنا بنقصد نعمل خير؟ بنقصد نعمل شر؟ ولا مش بإيدنا؟ فهمتوا علي؟ هي عشوائي. هل هي combination من اللي بيصير بدماغنا؟ الخلايا العصبية كيف تحكي مع بعضها وكيف بالأخير نتيجة إنها بتحكي مع بعضها هاي لازم تروح لورا بيصير في ما هو شو بيصير؟ بيجيك input والخلايا بتحكي مع بعض وبيطلع one output اللي هي إني أنا اليوم أجيت لهون بدي أحكي هيك بدي أجي ألفك أو بدي أجي أزعل منك بغض النظر يعني positive or negative. So it starts with your cells and what's going on inside your cells at the level of the DNA, at the level of your proteins, but somehow it results in behavior outside. Now, if you go back to the genes, and if you have mutations in your genes going on all the time, but these mutations are selected for, right? By the natural selection. هلا في عندنا two levels. يا إما at the level of the individual, إنه هذا منيح إلك for survival كفرد, أو at the level of the species. يعني ممكن إشي يصير مش منيح إلي وإلك, بس هو منيح لكل الإنسانية, صح؟ So we need to be aware of those trends. So therefore, human behavior and biology can evolve following the laws of natural selection and evolution. So maybe if we zoom in, it makes sense. But if we zoom out, everything is random. Now I'm going to skip this, but I want to say, so what do we do? Is everything is random? It's all chemical reactions random. Does it matter what we do? Really, does it? I know. 1 minute? Okay. Does it matter what we do? مش معقول أتركهم مش عارفين شو سووا بحياتهم. يعني ظلم هيك ظلم. Okay, 1 minute. There's this book by Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. So what does he do? He talks about regression to the mean. بما معنى إنه كل شيء شو ما صار رح يرجع للمين. Okay, شو المين يعني الأفريج. يعني لو اليوم يعني كل شيء عشوائي فما في إشي بتقدر تعملي correlation إلا إذا زي بين سلسيوس وفهرنهايت إنه في يعني أي سلسيوس هو فهرنهايت. So in the end, I have to skip. Whenever there's a correlation between two scores, it's always imperfect. دائماً ما في correlation. And what does this mean? إنه معناته let me go. Everything معناها شو ما عملتي كل شيء رح يرجع للمين. بمعنى إذا اليوم عملتي منيح بالامتحان المتوقع بكرة ما تعملي منيح. وإذا ما عملتي منيح بكرة شو المتوقع؟ تعملي منيح بعدين. بغض النظر شو بيصير. This is if you zoom out. هيك رح يكون. دائما regression to the mean. إذا كنتي عالي رح تجي هون. إذا كنتي واطي رح تجي هون. Okay? بالتالي this is how it is. حتى شو بيهم التصرف. Well, we know from research that if you're optimistic. حتى لو دائما إذا كنت positive رح تنزلي و negative رح تطلعي. إذا أنت optimistic, your immune system is better. Your life is better. You feel better about yourself. Your psychology is better. فبغض النظر شو بيصير إذا أنت دائما إيجابية حياتك شو رح تصير؟ إيجابية. يعني معناتها إلك control إلى حد ما ضمن أنت حياتك. هلا if you zoom out مش فرقانة. بس who cares؟ إحنا كنا عايشين بيوم صح؟ مش رح نزوم out. لذلك لما الدين تبعنا بيقولنا إنه يكون عندنا ثقة وشو كلمة تفاؤل وتفاؤلوا في الخير تجدوه. Yes, it makes sense not because of DNA or genes or thermodynamics, but because it makes you feel better. That's all. Alright. وآخر شيء اللي هي أنا إحنا genes, behavior, the soul. شو يعني the soul؟ فto me it is again a combination of the brain of the cells in your brain. كل ما بيزيد العدد بيبدأ one cell organism, multicellular organism, higher multicellular organism, higher multicellular, and then نحنا. So as the number of cells increases. يعني مجموع الواحد زائد واحد مش اثنين أكتر. فكأنك بدك توصلي نسبة من العدد الخلايا مع بعض. Suddenly something new comes out. Again, that's the randomness. إنه إذا بيزوم إن كأنه ما إله معنى بس بيزوم out ما إله معنى. Okay? But it's this huge number of cells interacting together in your brain that my prediction or my hypothesis what creates a soul اللي هو الروح. آخر شيء إنه we need to write about our problems وإنتوا رح تكونوا الكاتاليست
لتغيروا المجتمع تبعنا، المجتمع العربي، العالم كلياته. بتقدروا تفكروا بأفكار صدروها لبرا وتعملوا good research وgood practice للمستقبل. Alright, and in order to do that, you need to write your stories. لأنه بدنا إحنا قدوات منا وفينا، فلازم تكتبوا قصصكم. ومشان بس ما أنظر، أنا كتبت كتاب عن المرأة وعن شو أنا صار معي اسمه Five Scarves، وكتب عليه The Nature. فيشجعكم تشتروا تقروا، أو إذا بدكم، مع إنه ما بيصير يسمعني البابليشر، روحوا صوروا اشتروا معه لأنه كتير غالي، حطوا حقه كتير غالي. فروحوا واحد منكم يصوروا ووزعوا على الكل واحكوا أنا اللي قلتكم. Okay. Okay. And لازم ن mentor each other and ساعد each other. ورح أنهي ب 1 minute video and I'm done. شكرا جزيلا.